منتجات هورس كير تفرق كثير على الغير. شكرا لشركة هورس كير لرعاية قناة سعد خيار الصغير. بس لا تتكلم على الله راح أفوز اللي بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخلاص سعد خيار الصغير اليوم متواجدين بالمربط. طبعا اليوم راح نوريكم الطريقة الصحيحة للترويج بشامبو هورس كير. السلام عليكم. اليوم موضوعنا الأساسي الطريقة الصحيحة المثلى في ترويش الخيل في شامبو هورس كير. خلوكم معنا اليوم. أنا أجي هنا فاحم فيكم. حنا جايبينكم للدجاج ولا جايبينكم للخيل؟ يلا تعال تعال اطلع اطلع اطلع. فك 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 ذا فك. الله يصلحكم الله يصلحكم. أسعد الله مساءكم كل خير ومحبة. بداية نبدأ برش الموية وتكثيفه إلين تطلع الطبقة اللي موجودة، يعني حصان بدوك شيء تطلع طبقة الغبار الموجودة. بسم الله ما شاء الله تطلع الطبقة الموجودة كاملة وننظف تنظيف تام بالموية قبل البدء مرحلة الصبو، لكن خلوكم معنا حبة حبة. يا سلام يا سلام يا سلام. الآن معك أنا معك معك. يلا. الآن نبدأ من تحت. ارفع يلا. يلا. نحط الشامبو. لا لا بس 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 حط الشامبو. حاول بس بس لا زيد شوي. إذا كان الحصان فيه حساسية في شيء حاول إنك تزيد الكمية. وبالطريقة دي خلاص شيل شيل اللي معك شيل معك خلاص شيل يدك. حاول إن داخل الصابون مع بعضه. أبين بسوي. أنا مش هذا عادي. هذا خلاص هذا يكفي ديناري. لا 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 تروش لا تروش لا تروش. الحين بوريكم الطريقة الثانية. المرحلة الثانية اللي هي وضع صابون الشامبو حق البيتادين اللي هو الأحمر اللي قبل شوي حطناه لكم. طبعا الشامبو الأحمر شامبو البيتادين اللي هو للحساسية وللفطريات. نحاول ان نخلي الجسم كله هو يتغلل بالشامبو. مزبوط مزبوط. يا سلام. طبعا انصحكم بالمحسة دي. هذه محسة وتريح كلها. شوف فجأتين. واضح التصوير عندك ثلاث كاف. ايه يا سلام عليك. لا سلام عليك. الحين مره ما نخلي من الجسم شيء ما يجيها الصبو. طيب طبعا الحين نقعنا الحصان بالشامبو شامبو البيتادين. خلاص يبقى منقع الى مدة 20 دقيقة اقل شيء. تنقع الحصان تنقيعة مزبوطة عشان اللي فيه من بكتيريا وفيه من فطريات كلها. طبعا شايفين الحسية دي ما شاء الله تبارك الرحمن تبي تشوفونها بعد فترة وجيزة كلها بتروح ان شاء الله. كلها مع الشامبو هورس كير وزيت هورس كير كلها ان شاء الله تغادر ما تقعد. طبعا جاي نظيف جديد لمربط صالح شري له حصان مدري مهر مدري ها مهر ولا حصان ولا ها وخر 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 انا شري زي كذا ها هذا وكيل. ايه
الوكالة زين. الوكالة دقيقة دقيقة. يا سلام روح. هاي روح. ريورس ريورس ريورس. أيوة ريورس. الله 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 الله. طبعا بعد ما أخذ وقتها الكافي أكثر من 20 دقيقة نبدأ نغسل الشامبو عندي. سلام. تبين كيف الشامبو نظيف مك. ليش؟ لأن أصلا بدينا الترويش الصحيح، نظفنا الجسم بالموية وبعده بالشامبو. انتهينا من الموية التنظيف الصحيح. يا سلام سلام يا سلام سلام. مية 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 مية. الشغلة الزين والأدوات الزينة والله أنها تريحك تريحك بالحيل بالحيل بالحيل. حين ننشف الموية المفروض ما تلمس. لا بالعكس يستاهل. شوف شوف بالقوة بالقوة أنا أبوك. شوف هاي. لا تضغط. ليش؟ لأن هذا ربل، يعني لو أنه على الحد لو على الطرف ذا جيت كلها لا تضغط، لكن الربل ذا خفيف يعني ما يجرح الحصان. شايف شايف كيف؟ ها لا عشان ينشف بسرعة. يا سلام. طبعا المرحلة الرابعة والأخيرة ناخذ زيت خفيف من زيت ايش؟ هورس كير. من زيت الهورس كير اللي هو زيت الكبريت، ونحطه وين؟ نحطه على المنطقة اللي فيها حسية. تمام؟ تمام. ندهنها. ندهن المنطقة اللي فيها حسية. ما نكثف. خفيف. شايفين؟ بس المنطقة اللي فيها حسية ندهنها. عشان الكبريت دائما يساعد على يساعد على انبات الشعر. صح. نمسك كذلك زيت مثل ما قلنا خفيف، ندهن الشعر اللي توه ما نشف زين للآن. شايفين؟ يعني لا نشف، لا هو ناشف مرة ولا هو اللي فيه موية، اللي يعني فيه براد كذا مبلول. أيه. بلل خفيف. شايف؟ ايش نسوي؟ بس ندهن دهن خفيف، ما هو تزيد كامل، دهن خفيف. زي ما تشايفين شو تكفي الماء، بس شيء بسيط جدا عشان اساسا هو هذا الحين خلاص يتطاير. زي ما قلنا لكم هذه المراحل الأربعة، مراحل تغسيل الخيل، الغسل اللي على صورة، اللي هو خلنا نقول الترويش النموذجي، ترويش النموذجي في منتجات هورس كير. شايفين؟ تفرق كثير على غير. اصور لكم بعدين، اصور لكم الشكل النهائي للخيل. اي بعد ما ننتهي برضو نحط للديل نفس الطريقه. هذا ترى بس يعطي الشعر حيويه كامله. صح. من شو اسمه النمو من كل شيء. حتى بالشكل حتى بالشكل. ايه يلمع ان شاء الله. ايوه اذا انك حطيته بعد الترويش مباشره، لانك لو تحطه والشعر ناشف ترك ما استفدت شيء. شايفين كيف؟ ترى ما مشطته قبل، بس عشان احط حاط عليه شامبو هورس كير ما قبل ما مشطته. من يوم ما جينا من الرياض ما مشطته. يا سلام سلم. طبعا فيه كريم ثاني. ايه كريم هذاك خليه للمناسبات. ايوه هذاك زي كريم الفرد، لكن والله فنان فنان مره فنان فنان مره. ما شاء الله تبارك الرحمن. نفس الخطوات مطبقه على البوني. يا سلام يا سلام يا سلام يا النظافه. ما شاء الله تبارك الرحمن. روح. الله 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 الله. عن
زي ما انتم شايفين خلاص هذه اللمسة النهائية. شوف كيف الشعر ما يجي الشعر ناشف، فهمتوا؟ ما يجيكم الشعر ناشف مرة. لا اخذ وضعه انسيابيته. انت وين جاي عندنا؟ وشدت الزيت. طب اطلع برا، اطلع برا تزبل علينا. ترى تزبل. ما شاء الله تبارك الرحمن. البنيه ذي خطيره. الشباب قاعدين ياكلون شبوره. شباب قاعدين ياكلون سنكات. والبطل راح يشغل. ايش تبغى؟ تبغى نشد لك؟ يلا تعال تعال. يا عبيط لا تقحص فيك. كيف شغل الفرس؟ تعال قرب قرب. كيف الشغل؟ تسحب. بالله. يا سلام. العير من ساكتة. ايه. ساكتة زين حطيت زي كذا. كويس ممتاز ممتاز. طيب يا سلام عليك. طيب تبي تعطيها الغليمين؟ خلاص نادهم وخليهم يركبون هناك. بتال رعد عدي رعد وبتال. ايوه عدي لازم مقاود. تعال صح صح عليك. راح خذ اللفه روح لا توقف لا توقف. كبر اللفه. خذ اللفه روح لف من جنب البدوك منك لا تصغر اللفه خذها كبيره. يا سلام ايوه صح عليك. بطل بطل لا توقف وسع اللف روح وسع اللف روح لا توقف. اجي معنا لك من جديد روح اسرع. من جنب البدوك اقفل اليسار اقفل اليسار. ايوه روح اقفل اليسار صح اقفل اليسار روح روح كمل. ايوه يا سلام عليك الحين صح. دائما اقفل الجهه اللي تبغاها تروح فيها. ابوي اركب خلك قافل يسار وكمل. يا سلام يا سلام عليك. بطل بطل عطها صوت روحنا روحنا عطها صوت. ما تطيح. ليش تطيح؟ يلا يلا روح كمل. هيا روح. يا سلام عليك. لا تجي معنص لا تجي معنص كمل 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 كمل. كنتر اللفة لازم كنتر ولا ترى ويلك مني. لا لفة كاملة كنتر. شوف الدجاج آفة آفة قسما بالله يخلع. يلا يلا أنا لا تجلس ياوك. يلا تعال تعال وين أنت؟ يلا يلا روح هناك يلا. يا أنت وش راح تسوي؟ جيعان؟ طيب ايات اللي زبط. طيب اشياء بقيله ما عليه ما عليه. يا شيبي شيبي يلا يلا يلا. حصان حصان عورك حصان. جك 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 ادخل عندي نار ادخل عندي نار. هذا معلف ايش اسمه؟ هذا معلف دينار. ايش جابه هنا؟ وين معلف؟ صبر صبر صبر. يلا امسك امسك امسك. طب ادخل عند دينار انت. يا يبا يلا ها روح حطه جوا عند دينار. يلا يحطون علاقة الخيل. يلا حط علاقتك حلال انت. يا سلام عليك. وانت؟ طب انت ادخل من تحت. ادخل بدال ما تفك ادخل من تحت. يا سلام عليك من تحت. بطل بطل. يلا اسحبها. حلوين حلوين حلوين. يلا
ما يجيك ما يجيك حصان، ما عليك رح. كويس، طق طق. ايه ما في شيء خلاص. يلا خلاص سك سك الباب يلا. عشان تعرف كل شيء انت جدا تلقاه في شعور.